في الذكرى 56 للنكسة الفلسطينية أروي لكم النكسة بلغة الأرقام. فعشرات آلاف الفلسطينيين باتوا بلا بيوت، وعلى إثرها فقد فلسطينيون أرواحهم على يد آلة الحرب وبرصاص الجيش الإسرائيلي. مح الاحتلال قرى بأكملها وفتح باب الاستيطان على مصراعي، وحتى يومنا هذا بقي الاستيطان سرطان يقتلع الأراضي من أصحابها ويحرق أحلاماً بدولة فلسطينية. فلا مواثيق دولية أوقفت ولا ضغوط عربية أزاحته عن الفلسطينيين. حرب حزيران أو الأيام الستة المعروفة فلسطينياً بالنكسة أسفرت عن استشهاد قرابة 25 ألف عربي مقابل 800 مستوطن إسرائيلي مع عشرات آلاف الجرحى. مجازر، هذه أقل كلمات الوصف، وتدمير لقرابة 80% من عتاد السلاح. للدول العربية المشاركة في الحرب سوريا، الأردن، ومصر. وإلى وقت إعداد هذه المادة أؤكد لكم أن النكسة مستمرة.